السلام عليكم، أهلين فيكم في فيديو جديد. راح نتكلم لكم اليوم عن واتش او 7. أبل أعلنت عن واتش او 7. واتش او 7 راح تنزل على الأبل واتش 3 4 5، ما راح تنزل على 2، ما راح تنزل على 1. أوكي، متى راح تنزل؟ إن شاء الله في سبتمبر. إلى الآن نسخة تجريبية، وما أفضل أي شخص ينزلها. إذا كنت بتنزلها لازم آيفونك يكون على الآي او اس 14 عشان تنزلها، إذا كنت بتنزلها. كيف تنزلها؟ أنت تقدر تبحث تنزلها، فيها مشاكل لو علقت عليك خلاص ما تقدر تسوي اي شيء، ما تقدر تركبها بالكمبيوتر، ما تقدر تفرمتها، ما تقدر تسوي اي شيء. فلازم توديها للضمان اذا كان الضمان اصلا راح يقبل انك انت مسوي ذي الحركه. المهم، اول حاجه راح اتكلمكم عن السلبيات. اوكي، اول سلبيه، اول شيء انا ما بعجبني في الساعه الجديده، الا وهي سوت الحركه ابل سوتها السنه اللي راحت مع الايفونات، انها كنسلت ال3 دي تاتش. في قطعه موجوده داخل ابل كنسلتها الحين. ليش كنسلتها؟ اتوقع بتسوي نفس الايفون السنه هذه، يوم كنسلوا في الايفون 10S نزل الايفون 11 بدون ذي الميزه، فكبروا البطاريه، في مساحه راح تكبر. يعني اتوقع ان هذه علامه ان ابل واتش 6 اللي راح تنزل راح تكون بطاريتها اكبر. راح نشوف نجرب الحركه كيف. الحين لو تضغط ترى كلها سوفت وير، ما عندك الخيار هذا اللي كان يضغطها بتيك تاتش. يضغط تضغط شوي مطول يطلع لك الخيار ويطلع لك الهزه دي بس، لكن الضغط القوي ما تحس فيه، ما راح يتاثر. حتى لو انه ضغط بسيط يفتح معك للخيار. لو نضغط تحرير هنا كاستوم، في اشياء كثيره نزلتها ابل، مثل ما نشوف الكاستوم الجديده اللي حطتها هنا والخيارات اللي موجوده فوق. لو نرجع نغير هنا تقدر تحط نفس الخيار مرتين، في خيارات كثيره مثل ما نشوف التذكير، ما التذكير في شوي تغيير في طريقه استخدامها. وحطوا واتش جدد في الساعات العالميه، تقدر تحط مرتين مثلا، عندك يمين يسار، الشروق، الضوضاء تقدر تحطها، طبعا قديمة الضوضاء موجودة عندنا، حالة الطقس، في أشياء، الفلك، هذا حركة حلوة، فإنك تقدر أوكي تقدر تحط الفلك هنا مثل ما نشوف. فتقريبا هذه الأشياء اللي هنا، منزل النشاط، الهاتف، تخطيط القلب، جهات اتصال مثل ما نشوف نقدر نحطهم. فهذه الخيارات اللي موجودة على حسب الفيس اللي تبي تحطه. سليب، حطوا سليب تراكنج هنا مثل ما نشوف، راح أتكلم عن سليب تراكنج قدام. فهذه الخيارات اللي موجودة هنا، في بعض الفيسات الجدد، في كاستوم لحق الفيسات أكثر مش نفس أول، يعني تقدر مثلا تسوي لك فيس جديد أنت مثل ما نشوف المضغط هنا. في خيارات جديدة في الفيسات تقدر أنت تسوي يعني تعديل على الفيس أكثر من أول. في برضو الخيار إذا سويت الفيس وخلصت تقدر تسوي له شير مثل ما نشوف هنا عندنا، هذا الخيار تضغط عليه تقدر تسوي له شير، ترسل حق اي شخص، اضافه جهه اتصال، وتجي له مشاركه، تجي له تنبيه في الجوال يقدر يحطه اذا انت سويت كاستم حق الفيس من الساعه ومن الجوال نفسه. نخش الاعدادات ونشوف الاشياء اللي موجوده هنا. لو بنتكلم لكم من البدايه عن البطاريه، حطوا الحركه هنا بعد ما حطها في الايفون وبعدين حطها في اللابتوب وحطها في الايربودز، حطها هنا، الا وهي لو تخش على الاعدادات تنزل اخر شيء تشوف البطاريه هنا مثل ما نشوف الحين كم البطاريه عندك، والحاله هنا مثل ما نشوف حالة البطارية عندي أنا 89 من أبل واتش الجيل الرابع، يعتبر شيء حلو. مثل ما نشوف الشحن المحسن، إنك لو حطيتها ويدري الجهاز عندك كم فترة تشحنها الوقت، مثلا من الساعة 9 إلى الساعة مثلا 4 أو 5، فيوقف الشحن ويشحن. مثل ما تشوف هنا تتجاوز 80 إلا وقت ما تصحى من النوم، فحركة حلوة عشان عمر البطارية يكون أفضل. لو نشوف البرنامج الجديد اللي نزلته أبل الحين، أو نخش بس في البرامج هنا، راح تشوف سليب تراكنج مثل ما نشوف، تحدده انت بالجوال عندك وتقدر تحطه هنا. حركه حلوه انك تتعامل مع الجهاز وكيف وانت نايم. اذا كنت تستخدم الساعه تلبسها وانت نايم تقدر تشوف مثلا المجدول، انا حاطه من الساعه 7 الصباح شيء الوقت اللي اسويه. مثلا وانت تلبس الساعات يقيس النوم عندك، وبرضه يجي لك منبه تقدر تسوي له سيت اب من الايفون. تكلمت عن في الايفون تخش برنامج صحتي، لما اشوف معاكم هنا نكتب صحتي، تقدر تستخدمها طبعا عند الحركه حتى بدون الجوال. لكن إذا كنت تبي الجوال نفسه أو الساعة نفسها ينبهك وتلبسها، تخش هنا، تخش على النوم، تسوي لك جدول هنا مثل ما شفنا اللي حطها، وخلاص تقدر تخلي السيت اب هنا على الساعة. وأنت لابس الساعة تقدر تخلي الساعة تنبهك، وإذا كان مثلا معاك أحد نايم فتقدر بالهزات تصحيك عشان ما تصحي اللي يمك. حركة حلوة برضو. الفتنس اب تغيروه مثل ما نشوف الحين، بدل ما كان اكتيفيتي النشاط صار فتنس اب هنا، نفس اللي في الايفون بالضبط. برضو المابس اذا كانت تشتغل في الدوله اللي انت عايش فيها، فالمابس الحين حطوا السايكلينج برضو نفس اللي حطوها في الايفون اذا كانت على الدوله. طبعا بعض الدول الحين ما تشتغل فيها، او حتى السايكلينج ما تشتغل على جميع الدول او جميع المناطق، لكن اضغط عليه يطلع لك هنا السايكلينج، او مثل ما نشوف الدراجه او شيء
تخطط عليها ويعطيك المسافة ومكان ما تروح وتجي، ويقول لك مثلا إذا كنت مثلا تحتاج ترفع السيكل معاك أو شيء، ترفعه بالدرج ولا شيء، أو إنك تختار طريق ما في درج أو شيء. فهذا الخيار الجديد. برضو في خيار موجود لو تخش الإعدادات تشوفه، راح يكون لحق غسيل اليد، حطوها جديدة، بس كل ذا الشيء بس علشان كورونا. مدري ما نشوف آخر شيء هنا، نضغط عليه لو بنشغله هنا. الحس اللمسي خلاص، إذا كان الساعة حقتك لابسها أنت وقاعد تغسل يشتغل الصوت ويدري إنه مع صابون يدينك كيف التغسيل، ويحسب لك يقول لك أوكي 40 ثانية، يحسبك على التنازل، يقول لين يقول لك خلاص الحين يدينك صارت نظيفة. حطوها بس هنا عشان حق الأشخاص اللي ما يقصرون يدينك. راح نجرب معاكم الحين كيف تستخدم الهاند واتش. مثل ما قلت لكم البداية لازم تخش الإعدادات، تنزل تحت، راح تشوفها تحت عندك هنا، تضغط عليها وتشغلها. طيب بعد ما شغلناها كيف نستخدمها؟ خلاص ساعتك كذا مركبه، تجي تغسل يدينا. الحين ايش بيصير؟ السنسر او المايك راح يشتغل اذا قمت اغسل يدي، ولا حطيت الصابون راح يسمع الصوت وهو ويعرف اني قاعد اغسل ويحسب لي. مثل ما نشوف لما نفتح اشتغل عندي، مثل ما نشوف راح يحسب لي الحين. مثل ما تشوف كذا خلص. جود جوب. ما ادري الشورت كات كانت موجوده من زمان ولا الان جديده، حطوا الشورت كات هنا. كيف راح استخدم الشورت كات هنا حق الجوال؟ ما ادري، لكن هذه موجوده هنا، نفس الشورت كات عندك في الجوال، يصير لها ميرور وتنزل عندك هنا. فتقريبا هذه جميع الميزات اللي نزلت في واتش او 7. نشوف قدام ايش بيسوون، ممكن يغيرون اشياء كل شيء. انا من النوع اللي ما اتكلم لكم عن برامج ساعه، لان الساعه اكثر الاشخاص يستخدمونها حق طبيعي تراكينج والاشياء دي، تستخدمها حق الووكي توكي، تستخدم الاشياء دي الخفيفه. لكن الاشياء القويه اللي الحين تكلمنا عنها، الهاند واتش اللي تكلمنا عنها، الباتري هيلث حلوه، كاستوم لحق الساعه، لحق الفيسز، سليب تراكينج، شيرنج لحق الفيسز، هذه الاشياء اللي حسيت انها مهمه. المابس اذا كنت انت في دوله تدعم المابس اصلا، بس تقريبا. والشيء التعيس اللي سووه انه كنسلوا 3D تاتش، مع انه راح يكون شيء ممتاز قدام اذا دعموا نفس دعم الايفون وتكبير البطاريه. فاتوقع ان الابل واتش 6 راح تكون بطاريتها ممتازه افضل من هذه، مع ان هذه تكفيني يومين انا، شيء بالنسبه لي ممتاز، لكن نشوف قدام شلون كيف راح تكون. برضو في خيار اللي هو الورك اوت في ساعه ابل، الحين حطوا رياضه زياده فيها الدانس، فيها طبعا ذي القديمين، لكن لو تنزل تحت راح تشوف هنا برضو ذي القديمين، يوغا قديمة، هذا هنا خيار جديد، هنا الدانس برضو. فهذه الميزات الجديدة مثل ما نشوف، أو الخيارات الجديدة. طيب واللي بيسأل الحين يقول لك أوكي إذا كان عندي إشارات كثيرة كيف أحذفهم الحين؟ أول كان تضغط على الشاشة بالثري دي تاتش وتحذفهم، الحين ما في ثري دي تاتش، كيف تحذفهم؟ تصعد فوق أعلى شيء راح يطلع لك كلير أول وتحذفهم هناك. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حسابي سناب شات، تشرف بضغطكم ونشر المقطع، عمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون افضل دعائكم. السلام عليكم.